أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات يلا نذاكر. هذه الأيام نحن في مراجعة لدروس الفارماكولوجي، وقد وصلنا في الحصة أو الدرس السابق إلى أدوية الأدوية التي تعمل على جهاز السمساوي. وكمراجعة بسيطة للدرس السابق، نذكر بما تم أخذه من أدوية ومن الأدوية الكولينرجيك أجونست، واطلعنا على الأدوية الأنتاجونست التي والأدوية التي تعمل على المسكرين أجونست، والأدوية التي تعمل على النيكوتين أغونست. عرفنا ما هو الأغونست والأنتاغونست، وأيضا عرفنا الأدوية التي تعمل على المسكرين أغونست بشكل مباشر، والأدوية التي تعمل على المسكرين بشكل غير مباشر والتي تؤثر على إنزيم الكولين الكولين ستريز أو ما تسمى بالأنتي كولين ستريز. وانتهينا من ذلك الدرس، وأيضا طلعنا على الأدوية الكولينرجيك أنتاغونست، ومنها ما ذكرناه حول المستخرج من نبتة البلادونا الطبيعية، وأيضا المعدل صناعيا أو ما تسمى بالأتروبين سبستيوتس سنتيتك. وتعرفنا على الأتروبين والهيوسين وتأثيرهما على الجسم. واليوم وكما ايضا تعرفنا على بعض الأدوية ووصلنا الى درس اليوم الذي هو عن الأدوية التي تعمل على الجهاز السمساوي، ومعلومة بسيطة أحب أن أضيفها، يعرف هرمون الأدرينالين بهرمون الفايت أند فلايت أو ما يسمى بالقتال والهروب أو الطيران. هذا الهرمون يعمل على تحفيز الجهاز السمساوي بشكل كبير. تلك الحالات أو التأثيرات المترافقة أو المصاحبة مع هذا الهرمون للجسم هي ما يحدث من تغيير في الجهاز السمساوي. من تلك التغييرات والتأثيرات مثلا توسع حدقة العين وسرعة نبضات القلب، يعني كلنا مرينا بمثل تلك المواقف المخيفة والمفزعة ونحس باستعداد كبير لمواجهة أي ظرف، مثل زيادة ضربات القلب كما ذكرت، وتوسع في الشعب الهوائية وتوسع الحدقة. أيضا هناك تأثيرات سيكولوجية للجسم تحصل من الداخل كانحباس للسوائل وتقلل في عملية الميكاليتي الخاصة بالدي اي تي أو حركية المعدة، والكثير من التأثيرات التي يحدث وراء هذا الهرمون. نحن هذه الفكرة أو الملاحظة هي لتوضيح كيف يعمل الجهاز السمساوي وكيف تم تصميم
الأدوية التي تعمل لتحفيز هذا الجهاز للوصول إلى النقاط المرادة من الدواء. أدوية تعمل على الأوتونوميك نيرفس سيستم. وصلنا إلى الأدوية المتعلقة بالجهاز السمبثاوي ومنها أيضا الأغونست والأنتاغونست. أدرينيرجيك أغونست وأدرينيرجيك أنتاغونست. نتعرف على الأدرينيرجيك أغونست. أي أدوية تعمل أو منها ما يعمل بشكل مباشر، أي أننا تعمل نفس عمل الناقل العصبي الأدرينالين أو الناقل العصبي الثاني الذي هو نور أدرينالين أو نور إبنفرين. فتلك الأدوية التي تعمل بشكل مباشر تعمل على تحفيز المستقبل بنفس تأثير الناقل العصبي الأدرينالين أو النور أدرينالين. ومن مثل تلك الأدوية تم تصميم عدة أدوية تعمل بنفس آلية العمل الخاصة بالناقل العصبي الأدرينالين مثل أدرينالين والنور أدرينالين والأيزوبروتيرينول والدوبامين. هذه مواد موجودة في الجسم، وأيضا تم تصميم أدوية بنفس آلية عملها ولها نفس الاسم. ومثل تلك الأدوية هي أدوية غير انتقائية، أي أنها تؤثر على جميع أعضاء الجسم non selective كما يطلق عليها. ولكن أيضا هنالك أدوية تم تعديلها من هذه الأدوية بحيث تعمل بشكل أكثر انتقائية وتطلق عليها أيضا selective agonist. مثل الانتقائية على الألفا 1 والانتقائية على الألفا 2 والانتقائية على الجتا 1 والانتقائية على الجتا 2 والانتقائية على D1. وسنطلع عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. وأيضا هنالك أدوية، هذه هي الأدوية السلكتيف الانتقائية الأغونست. هنالك أدوية أيضا تعمل بشكل مباشر بشكل غير مباشر أغونست، لكنها تعمل بشكل غير مباشر مثل الإنفيتامين الإنفيتامين والتيرامين والكوكايين والبرايجلين و الإيتاكابون. هذه أدوية تعمل بشكل غير مباشر لكنها أغونست. وهناك أدوية تعمل بشكل مختلط مثل الإيفيدرين والسيودوإيفيدرين
هذه الأدوية تعمل كلها بشكل أجونست. وبالنسبة للأدوية التي تعمل بشكل أنتاغونست على الجهاز السمبثاوي، الجهاز السمبثاوي له مستقبلات أهمها الألفا والبيتا وناقلات العصبية الأدرينالين والنور أدرينالين. الأدوية الأنتاغونست أو ما يطلق عليها أيضا في بعض المراجع البلوكر، منها ما هو بلوكر، هنا ثلاثة أنواع: بلوكر ألفا ون بلوكر وبيتا، عفوا ألفا بلوكر بيتا بلوكر ودراجز افكتنج نيرو ترانسميتر أبتيك أو ريليس. هذه الأدوية تؤثر على النقلات العصبية. أدوية الألفا بلوكرز منها أيضا ما هو نون سيلكتيف، ليس انتقائي، مثل التولازولين والفينوتولامين والفينوكتيبيزامين. هذه أدوية نون سيلكتيف ألفا 1 ونون سيلكتيف الألفا، يعني أي أنها تعمل على جميع مستقبلات الألفا. والسيلكتيف على الألفا 1 البرازوسين ودوكسازوسين وتيرازوسين تاموسولاسولين والألفوزوسين إندورامين. أدوية تعمل على الألفا 1 سيلكتيف. والأدوية التي تعمل على الأدوية ألفا 2 سيلكتيف يوهمبين. من الأدوية التي تعمل على البيتا بلوكر أيضا هناك أدوية نون سيلكتيف على المستقبل البيتا، مثل بروبرونالول أدوية القلب ونادالول وتيمالول. هذه أدوية تعمل على ليست انتقائية للبيتا، أي أنها تعمل على جميع مستقبلات البيتا أينما وجدتها. وهناك أدوية سيلكتيف على البيتا 1 مثل الأتينالول والميتوبرولول والإسمولول والبيتوكسولول السيلبرولول والميبوزيلول والبيزوبروبلولول، كل ما هو من أسرة اللول كما نطلق عليها، من عائلة اللول لول. هذه من أدوية القلب تعمل على سنصل إلى آلية عملها وشرحها إن شاء الله بالتفصيل. الآن أترككم مع هذا الفاصل وأعود إليكم. Thank you.
الأدرينالين و أو النفرين. الأدرينالين يفرز من الغدة الكبرية أو ما يسمى بالأدرينال ميدولا، وبنسبة 80% بينما النور تبنفرين نور أدرينالين عفوا يطلق بنسبة 20%. الأدرينالين يتأثر بالهضم وبالبلع ويتأثر بالقفارات الخاصة بالهضم إذا ما تم إعطائه دمويا. الأدرينالين يتم عيبه بسرعة عن طريق الكبد. هناك الكثير من الشرح حول هذا الموضوع، الفارماكوكينيتكس و لكني أبحث عن أهم النقاط التي يركز عليها التي أحب أن أركز عليها، وأحب أن أشرح النقاط التي تحتاج إلى فهم أكثر. تأثيره الموضعي يؤثر على الأنف بإزالة الاحتقان congestion. تأثيره على الجلد يستخدم كمخدر موضعي. الاستخدام الـ على CVS أو الكارديوفاسكولار سيستم الجهاز القلبي بيتا 1 موجود في القلب ويعمل على تقليل نبضات القلب، عفوا الأدرينالين يرفع أو يزيد من معدل نبضات القلب. والبلود فيزل أو الأوعية الدموية يوجد فيها الألفا 1، وهذا الهرمون يزيد من الضغط الموجود في الأوعية الدموية. في التأثير على السكيلتال ماسل أو العضلات العظمية أو العضلات الخاصة بالإنسان، العضلات الموجودة يؤدي إلى نقصان البلود بريشر أي ضغط الدم. الأدرينالين المستقبل الموجود في الصدر هو البيتا 2 ويؤثر فيه بتوسيع الشعب الهوائية مما يؤدي مما جعل منه جيدا في علاج الأزمة. تأثيره على جي آي تي واليورين بلادر يعني المعدة والأمعاء والمثانة. البيتا 2 تتأثر بالهرمون ويؤدي ذلك إلى relaxation of warm ارتخاء الجدار. والألفا 1
contraction of sphincters يعني تقلصات في البوابات الخاصة بالمعدة واليورين المثانة. في الرحم يعمل على ارتخاء الرحم. العين يؤدي الألفا 1 عند حدوث الهرمون إلى هذا المستقبل إلى مدريسس أي توسع في العين حلقة تنفتح توسع، لكنه لا يستخدم موضعيا لأن الدموع تحطم هذا الهرمون. الأدرينالين للجلد واللعاب يعمل على قشعريرة الشعر، وأيضا يحفز يقلل من إفرازات اللعاب أو يحدث تحول اللعاب إلى أن يصبح أكثر لزوجة بسبب هذا الهرمون. أهم الاستخدامات لهذا الهرمون أو هذا الدواء يستخدم في الأكيوت برونشيال أستما، أي في الحالات الحادة من الأزمة الصدرية، ولذا لتأثيره على المستقبل البيتا 2. يستخدم في الأكيوت أنسولين إنديكيتد هايبو جليكوميا لأنه يؤثر بالألفا 2. يستخدم في الأكيوت أنسولين إنديكيتد وأيضا أنف يستخدم أيضا يضاف للأدوية المخدرة ولإعطائها دفعة أكثر للانطلاق أو تطويل عملية التخدير. يستخدم أيضا في الكاردياك الريست أو الجلطة أو الوقف توقف القلب، ويستخدم في أيضا بعض الحالات الأخرى. السايد إفكت التأثيرات الجانبية كاردياك أريثيميا أو ما يسمى التاكيكارديا سرعة نبضات القلب، شاب هايبرتنشن، ارتفاع حاد في ضغط الدم. وأيضا ربما يؤدي إلى وخز الأصابع أو الأطراف و central nervous side effect تؤدي إلى الرعشة. يحظر إعطاء هذا الدواء لأمراض الضغط الهايبرتنشن والهايبرتيروديزم لأنه يزيد الحساسية من الأدرينالين.
النور أدرينالين. النور أدرينالين يفرز من الأدرينال مجلة الغدة الكبرية بنسبة 20%. يؤثر على الألفا وأيضا يؤثر على البيتا، لكنه يؤثر على الألفا أكثر مما يؤثر على البيتا. CBS أو Cardiac Vascular System يتأثر بزيادة ارتفاع ضغط الدم، ويزيد أيضا من معدل القلب، لكن أيضا يؤدي إلى البراديكارديا أو انخفاض مضربات القلب. بسبب آلية تسمى العكسية خاصة بالقلب، مما يجعله يلعب من جديد في نوع من البراديكارديا. اليوترس أو الرحم، الألفا 1 يؤدي إلى انقباضات في اليوترس أو الرحم. يستخدم هذا الدواء في الحالات الحادة من انخفاض ضغط الدم، ومن أثاره الجانبية ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى الهيمورهاجيا وريفلكس براديكارديا أو انخفاض في معدل ضربات القلب. هؤلاء كانوا أهم أدوية النور أدرينالين والأدرينالين الخاصة بالجهاز السمبثاوي. هناك أدوية عديدة أخرى مثل الأيزوبرينالين أو الأيزوبروبايل نور أدرينالين أو أيزوبروتيرونينول، وكلهم نفس الاسم، والدوبامين أيضا. وهناك أدوية أخرى تعمل كأجونست، بينما نحن الآن ذكرنا الأجونست الغير مباشر أو غير سلكتف أو غير انتقائي. الأدرينالين ونور الأدرينالين ليسا انتقائيين، والدوبامين أيضا ليس انتقائي، وأيضا كما قلنا الأيزوبرينالين. لدينا أدوية انتقائية أكثر أجونست وانتقائية، مثل أولها الدوبامين معروف باسم الدوبتريكس، وهو مصنع دواء مصنع معدل ويغطى ايضا بالاي بي انفيجن، اي في حقن اي بي وريديه. فارماكولوجيكال اكشن، يؤدي الى زياده في الأنتروبيك وزيادة الكرونيتروبيك. استعمالاته في الهارت بلوك، فشل القلب أو توقف القلب، ويستخدم أيضا في CHF الكونجستيف هارت فايلر وأيضا استخدم في congestive heart failure هو الفشل القلبي أو ما يسمى بالاحتشاء القلبي.
كارديو جينيك شوك، يستخدم في الكارديو جينيك شوك لأنه يزيد من الدم وأيضا من adverse effects أو الآثار الجانبية التاكيكارديا، ارتفاع معدل ضربات القلب والانجينا يؤدي إلى الذبحة الصدرية، يؤدي إلى نوزيا وفوميتينج. النوزيا هي الدوخة والفوميتينج هي القيء. ويصاحب هذا الدواء أيضا يتعرض الشخص ربما إلى الصداع. هذا هو أول دواء سيلكتيف على البيتا 1 الدوبامين، وسيلكتيف على الدي 1. دي 1 الدي 1 هو مستقبلات الدوبامين موجودة في جميع أعضاء الجسد يعني أنحاء الجسد. وهنا مذكور لدينا الفينوليدابو فينول دوبام يسبب هذا الدواء إلى peripheral PD of renal blood vessel ويستخدم كحقن IV في الحالات الخطيرة والإمرجنسي هايبرتنشن لارتفاع ضغط الدم أو الحالات الخطيرة من ارتفاع ضغط الدم لأنه يعمل على توسيع الأوعية الدموية. أعراضه الجانبية هيدك وديزنس أو دوخة وصداع واحمرار في الوجه أو احمرار حتى في الجسم وتاكيكارديا ارتفاع معدل ضربات القلب. الفينول دوبام سيلكتيف ألفا 1، الآن وصلنا إلى عملية سيلكتيف انتقائية على الألفا 1 أجومونست فينايل ترين. الفينايل ترين يؤدي إلى زيادة معدل زيادة الضغط الدم يرفع من مستوى ضغط الدم. هذا الدواء ليس له تأثير على القلب لكنه قد يؤدي إلى انخفاض في معدل ضربات القلب أو ما يسمى بالتاكيكارديا، وليس له أيضا تأثير على السنترال نيرفس سيستم وهو دواء تقريبا آمن. يستخدم هذا الدواء في الهايبوتنشن في انخفاض ضغط الدم، ويستخدم في البروكسي سمول أتريال تاكيكارديا الخفقان الأذيني، مرض يحصل في القلب مما يؤدي أن أحد الأذينين ينضم أكثر من الآخر، وهذا الدواء يعمل على تهدئة هذا المرض. نازال دي كونجكشن أي احتقان الأمر، ويستخدم في الميدايزيتيك آي دروبس كقطر للعين
تأثيره كموسع للحدقة used in combination with local anesthetic to prolong the time of action. يعني يخلط أيضا مع أدوية المخدر لإعطائها وقت أطول للعمل. من آثاره الجانبية hypertensive وheadache. hypertensive headache صداع وقيء وكاديك irregular. تلخبط في القلب. الدواء الثاني لدينا أيضا من الأدوية السلكتيف على الألفا 1 الميتوكسامين. الميتوكسامين يستعمل لأدوية الحالات الحادة من انخفاض ضغط الدم الهايبوتنشن انتروكسمال أتريال تاكيكارديا. وأيضا لدينا دواء ميدودرين يعطى هذا الدواء بشكل دموي ميدودرين ويستعمل أيضا بالضغط أو الهايبوتنشن انخفاض ضغط الدم. هذه الأدوية تعمل على رفع معدل الضغط في ضغط الدم في الجسم. الميترامينول يعطى في حقنة سينجل أو حقنة واحدة له ميكسد أكتين ويعمل على تحرير ال NA النترات. يستعمل هذا الدواء في انخفاض ضغط الدم وهناك أدوية أخرى أيضا نيفادولين والتيتراهيدروزولين والديلميتازولين والأوكسيميتازولين أيضا تستخدم في احتقان الأنف وفي العين الجافة أو العين الحمراء أو العين المتحسسة. أحيانا نجد العين في بعض الأشخاص محمرة بشكل كبير. هذا هو الدواء المناسب لمثل تلك الحالة. فاسكوكن ديسترنت أفضل ويقلل من الاحتقانات أيضا. هنا لدينا دواء مهم أيضا هو دواء الألفا ميثايل دوبا. الألفا ميثايل دوبا هذا الدواء يستعمل في الحالات الهايبرتنشن أو ارتفاع ضغط الدم لدى الحوامل و يعمل أو عالية عمل هذا الدواء بما أنه يعبر البلود برين بارير ويتحول إلى الميتايل ميتايل نيرو نيروبلاسترين وبالتالي يتحول إلى إنزيم آخر ويؤدي بعمله إلى تخفيض البلاد بريشر لأنه يقوم بتحرير ال NA أو النيتريت. من أعراضه الجانبية
كوليسترول هايبرتنشن يعني انخفاض في ضغط الدم وفايلر اوف انجكشن اند نازل كونجكشن يعني يفشل عملية القذف الخاصة من المتزوجين والنازل كونجكشن يعني احتقان في الأنف في السنترال نيرفس سيستم أو الجهاز المركزي العصبي يؤدي هذا الدواء إلى الإغماء ربما أو الدوران أو الإحساس بالدوخة و ديبريشن اكتئاب وأيضا قد يؤدي إلى الشلل الرعاش الباراتينيزيوز سيمبتوم أعراض الشلل الرعاش أيضا هذا الدواء يؤدي إلى إنكريز في البرولاكتين هرمون يعني يعمل على زيادة إفراز هرمون الأدرينالين البرولاكتين الخاص بالرضاعة النساء أو الخاص بالرضاعة لأنه يزيد من إفراز الحليب وربما أيضا يؤدي هذا الدواء الفوميكاندوبا قد يؤدي إلى هيباتوتوكسيسيتي هذه سمية في الكبد تعالوا بشكل سريع حول موضوع الألفا ميثايل دوبا هو دواء استعمل للحوامل استعمل كذا هناك أيضا أدوية أخرى تعمل أجونست وننتقل الآن إلى الأدوية التي تعمل أجونست على البيتا 2 البيتا 2 البيتا 2 شورت اكتنج يعني الأدوية القصيرة المدى من هذا الدواء الأجونست يستعمل في الأزمة من أدوية الأزمة و من أمثلة هذا الدواء ذلك الدواء المستعمل ميتابروتينولول أو الأورفيدرينالين معروف بالاسم ألوبينت هذا الدواء يحفز المستقبل البيتا 2 ريسبتور في الصدر ويؤدي بذلك بدوره إلى استرخاء أيضا الرحم ولديه تأثير بسيط على البيتا 1 أي أن له تأثير بسيط أيضا على القلب هذا من أدوية الصدر البيترول أو التالبيتامول هذا دواء مشهور البنتولين دواء خاص أيضا البيتا 2 أو أدوية الأزمة البيترول يستعمل سنويا بجرعة مقدارها من 2 إلى 4 ملغرام 3 إلى 4 مرات يوميا أما إذا استعمل inhalation أو عن طريق التنفس فهي بخة نطلق عليها بخة إلى بختين كل حوالي 4 إلى 6 ساعات أيضا لدينا
تيرابيتالين وبيرترول بيربيترول والستاربيترول والفورميترول كلها من أدوية الصدر مترول 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 و لأنها تعمل على البيتا 2 وهناك أيضا أدوية سلكتف وتعمل على اليوترس أو الرحم أجونست بيتا 2 أجونست لليوترس أو الرحم أريتودرين أريتودرين يوتوبور يوتابار الاسم التجاري المشهور يوتابار أريتودرين شورت أكتينج مفعوله قصير صمويا أو عادي حقا أريتودرين يستعمل لإيقاف البريمتر لابور البريمتر لابور البريمتر is not no longer available in the United States لم يكن دوصل في الولايات المتحدة لدينا الدواء الثاني هنا الانديكترول it is used for treatment of COPD COPD هو وانا اسف لما تذكر المصطلح ولكن إن شاء الله سأنقل إليك وأذكركم به. الآن لدينا أدوية أجونست لكنها تعمل بشكل غير مباشر. أي أن هذه الأدوية تؤدي إلى إطلاق الـ NA من الجهاز السمساوي النيتريت من الجهاز السمساوي مثل هذه الأدوية الامتيتامين يمتص هذا الدواء بشكل سهل وعن طريق الأغشية والمعدة ويعبر أيضا البلاس بريم باير الامتيتامين هذا الدواء يزيد من إفراز الأدرينالين وأيضا يزيد من إطلاق النور أدرينالين ويزيد من إطلاق الدوبامين ويمنع إرجاعهما وله تأثير قوي على السنترال نيرفس سيستم يزيد من معدل ضربات القلب ويزيد من الفاسكولار يعني من ضغط الدم وفي الحالات الزيادة أو الجرعات المرتفعة يؤدي هذا الدواء إلى أريتيميا أو ما يسمى برجفان القلب هذا الدواء يؤثر على السنترال نيرفس سيستم هو الجهاز العصبي المركزي فهو يزيد من إطلاق الدوبامين والنتريت وهاتين المكونات تؤدي إلى نوع من weak fullness and euphoria
يعني نوع من النشوة و التخيلات وغيرها. تعمل ايه؟ تسيرك يؤدي ايضا الى التعب. ولديه هذا الدواء ايضا تأثير كمهدئ كما هذا الدواء يستخدم لعلاج أو معالجة الأوبيسيتي الاكتئاب و attention deficit disorder أو ما تسمى بال ADHD attention deficit hyperactivity disorder. هذه الاضطراب يحدث لبعض الناس عندهم زيادة في الحركة وزيادة في هذا الدواء يسحبهم قليلا إلى الخيال وإلى فيهدئ من طبيعتهم المرضية. يستخدم أيضا في الدبريشن في القلق أو الدبريشن الاكتئاب. بارانسيوزمس أي أنه يستعمل أيضا في أمراض الشلل الرعاش الضبابي. السايد افكت يرفع الضغط ولديه ديبندنس اند ادكيشن افتر برولونج يوز أي أنه يعمل إلى الإدمان والاعتمادية في الاستعمال الطويل. كونتراكيشن لأمراض الضغط وأمراض القلب أيضا الكورنري آتري ديزيز وأيضا السيجوفرينيا نوع من أمراض الحالات النفسية. يفضل أن يعطى لهم هذا الدواء لأنه سيكسر الحالة التي لديهم أكثر. هذا دواء الأمفيتامين واحد من الأدوية البيتا السيمبتاتيك الأندايركت أكسنت. ومن هذا الدواء الأمفيتامين موجود نحن لدينا في اليمن موجود في نبتة القات وتأثيره كما لاحظتم هو نفس تأثير ما ذكر لدينا في هذا الكتاب. ومن هذا النبتة الأمفيتامين أيضا هم يستخدم أيضا الرياضيين يستخدمونه لما له من تأثير محفز للنشاط. أيضا من هذا الأمفيتامين هنالك مشتقات تم اشتقاقها من هذا الدواء لاستخدامها بشكل أكثر سلكتيف أو انتقائي بشكل أكثر. ميتا أمفيتامين وهو مثل الأمفيتامين لكنه أكثر تأثيرا على السنترال نيرفس سيستم وأقل على الكارديو باسكولار سيستم يأثر على الدماغ أكثر من القلب. والميتا ميتايل فينا فيني دي ديت تال فيني ديت وهو مماثل للأمفيتامين لكنه بدون
energetic energetic effect and less أقل يعني أنه أقل آثار جانبية من الأمفيتامين. من مشتقات الأمفيتامين أيضا هناك موديتينال وهو يعمل على زيادة إفراز النيتريت والدوبامين وأيضا السيرتونين والجلاتونين while decreasing GABA level. فهذا الدواء يستعمل أيضا للوكسلوسيس and narcolepsy أيضا محطة الخيال وكذا. التيرامين indirect antihistaminic present in seasonal food, example red cheese. التيرامين هذا الدواء يتم عبوه على عن طريق الكبد هذا التيرامين يتم يؤدي إلى زيادة السيتوكولامين مما يؤدي إلى زيادة الهايبرتنشن كرايسيس. التيرامين دواء مهم ولكن يحتاج إلى مراجعة. التيرامين يتم عبوه في الكبد عن طريق مواصفة الماو انهبيتورز ويتحول إلى التيرامين ويرفع بدوره النيتريت والذي بدوره يؤثر إلى رفع البلد بدل أو ضغط الدم في الألفا 1 ويؤثر على القلب أيضا في البيتا 2 ويرفع معدل ضربات القلب. الأدوية الميكسيد أكتينج تأثيرها المختلط كما ذكرنا نحن نتحدث عن أدوية direct acting و indirect acting agonist و mixed acting أيضا agonist وهما الإفيدرين والسيودو إفيدرين. الإفيدرين والسيودو إفيدرين تأثيرهما يؤثران على السيرتون الكارديوفاسكولار سيستم او النظام القلبي. الافيدرين يحفز الالفا 1 ويؤدي ذلك الى اطلاق النيتريت مما يؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم. الافيدرين يحفز ايضا البيتا 1 ويؤدي ذلك الى ارتفاع ضغط الدم. الافيدرين Central Nervous System ينتج انسومينيا أو ما يسمى بالأرق. الإفيدرين على الأصمود سكيلتال مصل العضلات الناعمة وعضلات الجسم. الإفيدرين ينتج البرونشي دايلاتور but less potent than in الإفيدرين أي أنه موسع أيضا الشعب الهوائية. الإفيدرين أقل من الإفيدرين
يعمل أيضا على تحسين الميثيلثانيا جراسس. الميثيلثانيا جراسس تحدثنا عنها في الدرس السابق، وهو عبارة عن حالة مرضية تدلي أحد جفني العينين، وهذا الدواء يحسن من هذه الحالة. ويستخدم أيضا موضعيا كقطر للعين والأنف لتأثيره كمزيل للاحتقان. Active Medrases أيضا يستعمل كActive Medrases، أي أنه يستعمل كموسع للحدقة الخاصة بالعين. إفيدرين الاستخدامات الطبية للأزمة الصدرية، الأزمة Bronchial Asthma، Prophylactic Agent Bronchial Asthma، Nasal Decongestant due to local viscous and nasal blood vessels، أي أنه يستعمل للاحتقان الأنف. Treatment of Meningitis Gravis، جرافيس ادجنت ود نيوسبرينين، استعمل ايضا مع النيوسبرينين كعلاج لمرض الميثيلثانيا جرافيس. هذا هو الافيدرين. وميزيلتيك ايضا كمرسل العين. الفيدو افيدرين يستخدم للاحتقان الانفي، والسايد افكت للافيدرين هو ارتفاع في ضغط الدم، وايضا الانتومانيا او ما يسمى بالعرق. وبهذا اكون اليوم الى هنا، اكون قد انتهيت من ساعتي لديكم، وشكرا لكم على حسن المتابعه. في الاخير أتوجه بالشكر لجميع من اشترك في قناتي ودعمي، وأتمنى أن أكون قد استطعت أن أبين لكم ولو شيء من المعلومة في مراجعة هذه، وأعدكم إن شاء الله بالمزيد من التطور. وفي الأخير أقول أحب أن أوضح لكم المراجع المستخدمة أو أوثق هذا الفيديو. المعلومات تم أخذها من كتاب الدكتور دهشان حسن دهشان. الكتاب أعتقد أنه في 2012، أيضا من بعض المراجع التي لدي من الجامعة. بالنسبة لشرائح الفيديو الموجودة في الفيديو هذا أو أي فيديو سابق، أيضا تم توثيقها عن طريق المواقع المرتبطة في صندوق الوصف الخاص بالفيديو. تحياتي لكم جميعا، مني لكم أرقى وأجمل وأرق تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.